الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم وطابت أوقاتكم بكل خير. نحييكم من هنا من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة ضمن منافسات هذا السباق المحلي الأول، وينطلق على الهواء مباشرة هذا الشوط الأول الرئيسي الخاص بسن الجذاع، وهذا هو الشوط المفتوح الخاص بفئة البكار. انطلق على الهواء مباشرة في هذه اللحظات، نتمنى التوفيق للجميع مع بداية هذا السباق المحلي الأول وفي يومه السابع، حيث تنطلق منافسات الجذاع لهجن أصحاب السمو واستعادة الشيوخ، وتستمر المنافسات حتى تاريخ 11 من هذا الشهر الجاري. يتبقى 4 أيام، وكنا في 6 أيام الماضية، اليوم هو اليوم السابع، متواصلين في الفترة الصباحية في هذه الأجواء الباكرة تنطلق هذه الأشواط في هذا السباق المحلي الأول. عموما نتجه مباشرة لنتعرف على المراكز المتقدمة الأولى ومقدمة الشوط ومن تحتل الصدارة. الماهر على المركز الأول وعلى صدارة الشوط، تعود ملكية الماهر لهجن الشحانية المضمر فاران بن محمد بن قريع. ننتقل للمركز الثاني اللي تتسلل الى المركز الثاني، تصل عوايد لهجن ام الزبار مضمرها محمد بن بخيت بن مقارح. دور المركز الثالث، المركز الثالث تقدمت فيه بشاير من هجن الشحانية مضمر البرنس جار الله بن محمد بن عقيل، يقدم بشاير. الله يبشرك بالخير يا ابو محمد مع بشاير في هذا الموسم ومع غيرها من الاسماء الحاضرة التي تتقدم في هذه اللحظات. تسللت الى المركز الرابع وتقدمت مهمة في شوط رئيسي مهمة من هجن الشحانية ضمنها البرنس جار الله بن عقيل، وارصد لي هذا الاقتحام ايضا اللي قادمة في المركز الخامس ومقتحمة عالم النداء والاذاعة. تصل الذيبة من هجن الشحانية، ايضا برنس المضمرين في عملية التضمير، احد الشباب البارزين مقدم عدة اسماء من خلال النداء وثلاثة اسماء في ندائنا الاول مع هذا المضمر. نعود الى مقدمة الشوط. مسافتنا 4 كيلومترات، اقتربنا من منتصف المسافة، بدأنا نقترب من منتصف المسافة. المقدمة ما زالت الماهر من هجن الشحانية، يضمرها فاران بن محمد بن قريع، هو يقود دفة الأمور، مسؤول عن التضمير فاران بن محمد بن قريع، مسؤول عن تضمير الماهر من تحتل صدارة الشوط، بينما مؤسسة هجن أم الزبار خطيرة مع مضمرينها أيضا مع سلالاتها، ومع أيضا هجن أم الزبار التي تمتلك نخبة من الزمول، وهذه إحدى إنتاج أم الزبار، تتسلل في المركز الثاني مؤسسة هجن أم الزبار، وصلت عوايد مع محمد بن بخيت بن برقان بن مقارح المضمر الصارم. المركز الثالث من تقدمت مهمة لهجن الشحانية مضمرها البرنس جار الله بن عقيل، والمركز الرابع أيضا لهجن الشحانية واسمها بشاير يضمرها أيضا جار الله بن عقيل. المركز الخامس نشوف هذا التدخل في هذه اللحظات وهذا التسلل من قبل أماني لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني، مضمرها أبو محمد حسين بن محمد بن سفران. مرحبا بهذا الشعار. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى الماهر التي تقود هذا الشوط بمهارة، تقود هذا الشوط بحكمة. ما زالت الأوامر بدون أي تعليمات من قبل المضمرين، ما زالت الأوامر تلقائية. 1200 متر عن الناموس، عن خط النهاية،
في هذه الأجواء الضبابية. الضبابية شيئا نوعا ما الجميلة نوعا الجميلة جدا وليست نوعا ما، ولكن هناك بعض الأمور التي يلفها الضباب قليلا في هذا الميدان. من اللي بتسرح بشوط الضباب اليوم؟ الناموس لمن؟ من هذه من هؤلاء المضمرين، من هؤلاء الشباب المضمرين. والماهر ما زالت على مقدمة الشوط، عوايد راعية العوايد، افتتحنا الكيلو متر الأخير، افتتحنا الكيلو متر الأخير. أم الزبار مع عوايد خطيرة في المركز الثاني، الشحانية مع المركزين الثالث والرابع. أم الزبار تتقدم مع الصمود لهجن أم الزبار أيضا يصل الصارم، ولكن عودتنا إلى هجن الشحانية، إلى هجن الشحانية مع المضمر فرام بن محمد بن قريب الصامل 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 مع هجن الشحانية يختطف رئيسي الجذاع فرام بن محمد بن قريع. يقدم الماهر بكل مهارة بكل مهارة بكل اقتدار بكل أيضا ثقة الكبار يقودها فرام بن محمد بن قريع. ولكن يا فران دير بالك دير بالك، الصمود الصمود مع المئتين متر الأخيرة، الصمود قادم الصمود لهجن أم الزبار لهذا الانتاج الخطير، انتاج أم الزبار مؤسستي انتاج أم الزبار. ولكن الماهر الماهر وهجن أم الزبار، هجن الشحانية وهجن أم الزبار، الماهر والصمود الماهر والصمود. يا سلام، وخطفت هجن أم الزبار، خطفت انتاج أم الزبار مؤسستي هجن أم الزبار، خطفت رئيسي الجذاع في الوقت القاتل لي أيضا تزف التهاني. والناموس مؤسستي هجن أم الزبار مع المضمر الصارم من صرم هذا الشوط في أمتاره الأخيرة في اللحظات الحاسمة. تهانينا والناموس لهجني أم الزبار وللصارم محمد بن بخيت بن مقارح. تهانينا والناموس. المركز الثاني الماهر لهجن الشحانية مع فرام بن محمد بن قريع في التضمير. المركز الثالث المركز الثالث المركز الثالث وصلت مهمة لهجن الشحانية مع جار الله بن عقيل. المركز الرابع المركز الرابع عوايد لهجن أم الزبار مع محمد بن برقان بن مقارح. المركز الخامس المركز الخامس اللي وصلت بشاير لهجن الشحانية مع جار الله بن عقيل، وتوقيت الصمود توقيت بالفعل الصمود 6:07. قدم شوي شوف الشاشة 6:07 86 جزء من الثانية. تهانينا وناموس لهجن أم الزبار ولمؤسسة إنتاج أم الزبار والقائمين عليها. تهانينا للمضمر محمد بن بخيت بن مقارح. المركز الثاني المركز الثاني وصلت اللي ما قصلت الماهر 6:08 32 جزء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية والتهاني للصامل فرام بن محمد بن قريع. المركز الثالث أيضا ما قصلت مهمة 6:09 60 جزء من الثانية. تهانينا أيضا للشحانية والتهاني موصول لجار الله بن عقيل. طبعا إخواني ملاك الإنتاج اليوم